اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. كما تعرفون، منذ احتلال العراق الى اليوم ونتيجه للتخادم الامريكي الايراني في احتلال العراق وتدميره واضعافه، استخدمت الولايات المتحده الامريكيه التي احتلت العراق الميليشيات في اشاعه الفوضى، الميليشيات والعصابات وكل الخارجين عن القانون، وكل هذه النماذج الشاذة والفساد والخراب استخدمتها بطريقة أو بأخرى لإشاعة الفوضى، لتخريب العراق، لإذلال العراقيين، لإضعاف العراق. وإيران بالمقابل استخدمت هذه الميليشيات التابعة لها في تحقيق أهدافها، ومن أهدافها الطائفية. فلذلك تلاقت مصالح الولايات المتحدة وإيران في العراق. هذا التخادم يعني يتبلور بهدف واحد أساسي، هو إضعاف العراق، تمزيق العراق. وهذا هو يعني جوهر مشروع الاحتلال الأمريكي للعراق منذ عام 2003 لحد الآن. طوال هذه السنوات طبعا كانت إيران تستخدم الميليشيات في تحقيق أهدافها مثل ما قلنا. وجزء من أهدافها عندما بدأت المشاكسة بين إيران وأمريكا حول الملف النووي في عهد ترامب، واستمر لحد الآن مع بايدن، وسيتم حل هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى. عموما استخدمت الميليشيات إيران في كورقة ضغط على الولايات المتحدة، كورقة ضغط في هذه المفاوضات. عندما تتصاعد المفاوضات، عندما تريد إيران شيئا، كانت تحرك هذه الميليشيات لكي تضرب قنبلة هنا وقنبلة هناك على المصالح الأمريكية، على السفارة الأمريكية، على بعض المعسكرات التي تواجد فيها الأمريكان، وخاصة بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هذا الموضوع تكرر كثيرا قبل أيام، ونتيجة لذلك يعني وفي إطار التضليل، إطار الضحك على الناس، الضحك على أنفسهم وليس الضحك على العراقيين. العراقيين ما عاد أحد يستطيع أن يضحك عليهم بعد 18 سنة من الخراب والضيم والأذى والسوء. شاهدوا كل الأنواع وكشفوا كل الحقائق وسقطت أمامهم كل الأقنعة. قبل أيام بدأ الحديث عن هذه الميليشيات وعن يعني تعكيرها لجو العراقيين، وأنها سبب في الفوضى. تحدث السفير الأمريكي في العراق عن بعض ملامح هذا. السفير الأمريكي في العراق قال في حديثه أن الميليشيات اللي تنفذ في العراق، هذه الميليشيات اللي تدعي أنها، طبعا هو يسميها يعني مثل ما يسمونها هم أنفسهم الميليشيات، أو يسموها فصائل المقاومة، قال إنه هذه فصائل المقاومة تنفذ أجندات سياسية خارجية طائفية يعرفها العراقيون. نعم، أهل العراق يعرفون هذه الأجندات الطائفية، لكن من جاء بهذه الأجندات الطائفية؟ يعني على أمريكا أن تعرف، على هذا السفير أن يعرف قبل أن يتحدث مع من يتحدث. يعني يتحدث مع أهل العراق الذين يعني عاشوا كل هذه الفترة وعرفوا من جاء بالطائفية. العراق لم تكن فيه طائفية، احتلته أمريكا وجاءت بالطائفية وجاءت بالخراب وجاءت بالدمار. هو من أسس للطائفية؟ من أسس للعرقية والطائفية بهذه الطريقة؟ أليست أمريكا؟ أليس بول بريمر من وضع مجلس الحكم في أول مرة في عام 2003 بتقسيمات طائفية وعرقية ومحاصصات طائفية وعرقية، 13 شيعة وخمسة سنة وخمسة أكراد ومعرف بهذه الطريقة، وقسموا المجتمع أفقيا وعموديا وطوليا وهكذا، وأوصلوا التقسيم إلى العمق في المجتمع العراقي. هذا واقع الحال، وإيران كانت حاضرة لتخدمهم ولتعضد هذا القرار ولتثني عليه وتدعمه بكل قوة، لأنه فيه مصلحتها. هذا واقع الحال. يقول أيضا أن هذه الفصائل المقاومة، هذه
تقاوم أو تحاول أن تؤثر على وجود دولة قوية ذات سيادة وعراق يحكم على أساس القانون بعيدا عن الطائفية والعرقية. أي سيادة وأي قانون؟ يعني هل أنتم عبرتم الأطلسي؟ أمريكا عبرت الأطلسي بكل هذه قواتها وبكل عتادها وعتيدها، وجاءت العراق من أجل أن تبني دولة؟ العراق كانت فيه دولة، وكانت دولة مشهود لها في العالم، هناك صناعات وهناك زراعة وهناك تقدم وهناك علماء وهناك مدارس وهناك العالم تأتي وتدرس في جامعاتها ومستشفياتها من أحسن المستشفيات، ووضعها الصحي زين والخدمات زينة، فرضتم عليها الحصار، وبالتالي بغض النظر عن أنتم رأيكم بالنظام، يعني لديكم خصومة مع النظام لأسباب سياسية تتعلق بوجود إسرائيل وغيرها، وإذا بكم تدمرون العراق تدمير كامل. فبالتالي من جاء بالطائفية ومن جاء بالخراب ومن جاء بالتقسيمات ومن أسس للعرقية والطائفية في العراق غير نظامكم النظام الأمريكي؟ هذا الدستور الذي الكسيح الذي فرض على العراقيين من جاء به؟ أليست أمريكا؟ هذه أول انتخابات عام 2005 اللي عددها بوش، عدد تاريخها وحدد متى تجري، كيف جرت؟ ألم تجري بأحزاب طائفية وعرقية واستمرت المعادلة؟ هذه العملية السياسية كيف بنيت؟ بنيت على أساس المحاصصات الطائفية والإثنية استنادا إلى تجربة مجلس الحكم اللي أنشأها بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق. فبالتالي من جاء بالطائفية؟ من أسس لها؟ من جاء بالخراب للعراق؟ من أسس له؟ أنتم وإيران. هذه القضية الآن تحاولون تبرئة أنفسكم، تبرئة أمريكا، خداع العراقيين أنه أمريكا حمام السلام وجاءت للعراق. من ماذا جاءت؟ جاءت قالت أنه أسلحة دمار شامل، وبالتالي لم تجد أسلحة الدمار الشامل، لم تستطع أن تحقق هذه الكذبة، فذهبت إلى المجيء بالديمقراطية والحرية والرفاهية وبناء عراق جديد، وبالتالي هذا العراق الجديد من سيء إلى أسوأ 18 سنة. فبالتالي يعني بناء عراق قوي، بناء دولة قوية واستقلال وسيادة، هذه كذبة كبيرة، لم تأتوا من أجل ذلك، بل جئتم لكي تنهوا وجود العراق، لكي تقسموا العراق، لكي تدمروا العراق، وإيران ساعدتكم على ذلك. أما الآن فاستخدام ورقة الميليشيات للضغط هنا وهناك والحديث بهذا الشكل من السفير الأمريكي وغيره، هذه محاولة للتضليل، محاولة للكذب. أمريكا هي المسؤول الأول عما حصل في العراق، وإيران ساعدتها على هذا الخراب والدمار، وأهل العراق هم من دفعوا الثمن. هذا واقع الحال، وهذه القصة كاملة. أشكركم، ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين، أستودعكم الله، والسلام عليكم.